نعم. عندي يا شيخ جدتي جدتي عندها تغسل كلاب، غسيل كلاب. نعم. يفوتها صلاة العصر والمغرب، صلاتين. العصر والمغرب؟ اي نعم. وش يجوز انها تقدمها؟ هذه سهلة، تجمع العصر إلى الظهر قبل أن تبدأ بالغسل، وتجمع المغرب إلى العشاء. قبل أو بعد؟ لا قبل، ما دام الآن يفهم بكلامك أنها تبدأ بالتغسيل بعد الظهر. الساعة 2 الساعة 2 بعد الظهر. نعم. نقول اجمع العصر إلى الظهر، صلي الظهر أول ما يذن ثم العصر، وسابقة إلى بعد المغرب، تجمع المغرب مع الأخير. إلهي لا نصف الليل.